السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خالد مرشوش من مدينة كازا، و جو ريزيد اكتيالمون في مدينة نيس الفرنسية جنوب فرنسا منذ 2008. دونك شو موزيسيان شونتور بيانيست. دونك كان عندي اوركستر في كازا في المغرب، خدمت في تقريبا كاع المدن المغربية. شاءت الأقضاء أنني نجي لفرنسا، دونك جيت لهنا فرنسا، خدمت شوية في لي مارياج وهذا، مي سي با باغي، ماشي كيف المغرب. دونك المغرب شي أوتخ شوز، المغرب كاينة الخدمة كما تنقولو الصناعة، مي هنا لا كليونتيل ما يدوقوش الموسيقى. دونك بتي طا بتي حاولت ندير أن دومين اللي نخدم بيه، اللي منعوش على الموسيقى بوحدها، ماشي كيما المغرب. دونك هنا هو بيجي دير واحد العمل اخر اللي فوالا، حيت ماشي بحال المغرب كاين العراس ديما وهذا، هنا ماشي ديما. دونك كاين واحد سيغتا مومو اللي كيتحبسو، دونك خص واحد يدير واحد ان دومين اميتي اللي يخدم بيه. سي لا مي باش درت لا سيكوريتي انسوندي، وقريت خديت دي ديبلوم، خديت ديبلوم الاول الثاني الثالث الرابع. دونك شوي دوفني شيف دو بوست دو سيكوريتي انسوندي. دونك عندي واحد ليكيب اللي كنجيريها، كنعطيهم التعليمات ديالهم الصباح، كل واحد شنو يدير وهذا. فواحد لو بي سي كيتسمى بي سي سيكوريتي، هذاك هو البيرو اللي منو انني كنجيري، ولا تنقولو كنجيري لانسوندي الا كانت شي عافيه ولا شي حاجه في لونتربريز. كنكون انا الاول اللي تعلمت بها، و فوالا كنعطي تعليمات لي جاجو انه يردوا البال وحاجه. هذا هو البوست تاعي ولا باكو تاعي ملي جيت لفرنسا. كيما سوق لي قلت لكم قبيله، انا في مدينه نيس. دونك هي المدينه تاعنا، مدينه سياحيه بحريه 100%. دونك سؤال ديالك يقول لي شنو الحوايج اللي خلاوني اللي عجبوني في هذه المدينه نيس ونبقى فيها. الحوايج اللي عجبوني في هذه المدينه نيس هو لو كليما اول الحوايج. يعني هذه المدينه هذه سبحان الله راه ما تقولوش في اوروبا، يعني نقولوا في المغرب هنا لو ميم كليما، باسكو فيها لا ميديتيراني، البحر تاع ميديتيراني كيكون سخون، دونك الجو ديالها سخون، ما عندناش الثلج ما عندناش البرد. ميم مو ديسمبر جونفي فيفري والناس يعملوا يخدموا بزاف اون فيست نورمال وما كاينش البرد. هادو من الحوايج اللي الشمس طول العام، البحر. هي مدينة اللي ما شاء الله اونتوغي بالبحر، واللور ديالها الجبال، يعني اللي يحب السكي والجبال والطبيعة يمشي، واللي يبغى البحر راه كيمشي يتبحر. وهادو الحوايج اللي خلاوني نبقى فيها، من ناحية يعني في الأول قررت أنا نمشي شي مدن أخرى كباريس. أنا باريس فيها لا فامي ديالي كاملة، مي اختاريت أنني نبقى هنايا لأن بالنسبة للجو كما قلت لكم، الهواء. بالنسبه للمغرب، الجمعيات المغربيه ما كنعرفش. دونك كنعرف في المغرب جمعيه سميتها بيتي، اللي كيقابلوا ولاد الصغار اللي كاينين في الشارع وهذا، وتحت لي فرصه انني نخدم معاهم في واحد لاسواغي. عيطوا لي ودرت لهم واحد لاسواغي، غنيت الاصلاح ديال السجن ديال عكاشه لولاد الصغار ديال اقل من 18 عام جوخوا، ودوزنا لهم واحد لاسواغي. وهذا هو العلاقه ديالي بلاسوسياسيون لاسول. في المجال الجمعوي عندي اكسبيرونس، كنت في الكشفيه الحسنيه المغربيه، كنت كشاف، من بعد طلعت قائد، من بعد يعني باكو. هاد الجمعيه يعني عاونتني بزاف، هاد المجال الكشفي اللي عاوني بزاف، عطاني بزاف الحوايج اللي استفدت منه في حياتي في المهنيه والشخصيه والعائليه. وشكرا للكشفيه الحسنيه المغربيه. بالنسبه للاستثمار في المغرب، كنشوف بالله صعيب شويه من ناحيه الاجراءات القانونيه والاداريه، هذه معروفه عندنا جاليه مغربيه، عندنا المشكل. مي ممكن ان شاء الله نجور نقدر نحل سوسيتي دو لا سيكوريتي، ونحاول نبدل ديك النظره ديال لاجون دو سيكوريتي. راه ما كيدير والو، راه عساك كما تقول في المغرب. مي نو هنا بالمقارنه مع فرنسا راه عنده دور مهم ومهم مهم بزاف. الفكره انا خصها تبدل على لاجون دو سيكوريتي، لانه راه هو اللي كيدير كل شيء هنا في فرنسا. لو جور ولي لاجون دو سيكوريتي يديروا غريف راه كل شيء يسد، هذا خصكم تعرفوها. ولاجون دو سيكوريتي لازم يكون محترم ويحترموا الناس، لان العقليه في المغرب مازال شويه. وهذا هو المجال اللي نقدر انفيستي فيه، ونقدر ندير شي سوسيتي ان شاء الله في المغرب ان شاء الله. حنا طعنا لو شاطو، هاد لو شاطو كي تخو في نيس كيما قلت لكم، في كي اون فاس بهاد البحر هذا، كي سابي لا برومونات دي زونغلي. هاد لا برومونات دي زونغلي معروفه، كيجيو لها ناس من كاع الاماكن، يعني من اوروبا كامله تقريبا. معروفه بالهواء ديالها وبالجو تاعها، وكما كتشوفوا يعني الجبال اللي دايرين بهاد المدينه هادي، وبالجو تاعها وكما كتشوفوا يعني الجبال اللي هذه، يعني الجبال اللي ضاعت.
نادي المغرب ديال اليوم كنشوف بارابور التلفازة وكنعاودوا لنا الاخوان وهذا كاين واحد ايفولوسيون من ناحيه الانفراستركتور يعني بلاد تزادت شويه القدام تحسنات على حساب الطرقان على حساب لي بروجي اللي داروا هذا يعني كاين واحد تقدم بارابور لي بي فوازان يعني راه كاين واحد تقدم اش نقدر نقول لكم على فرنسا ديال اليوم فرنسا ديال اليوم ماشي هي فرنسا ديال قبل يعني فرنسا ديال قبل كانوا الناس يحكيوا لينا اللي مشاو قبل منا ومنهم الاخ ديالي والعائله ولا فامي تقريبا كلهم هنا يعني كان واحد الرخاء كان واحد يعني الفرنسي كي يتقبل ليترونجي كما تنقولوا ما كانش هذا المشكل مي فهاد السنين الاخر يعني لاحظنا ان كاين واحد النفور تاع الفرنسيين من جهه الاجانب ما عرفتش مناش واش حنا اللي درنا مشاكل ولا هما اللي ما بغاوناش بقاش بغاونا مي كتحس بواحد ما تقولوا راسيزم خصوصا في هذه المدينه اللي فيها انا معروفه مدينه سياحيه مدينه ديال الراسيزم 100% دونك فيها الناس اللي غيش وهذا شويه كاين الراسيزم هذا هو نقدر نقول على فرنسا تاع اليوم يعني كاين تبدلات على قبل يعني ما نيفو دو في ما سي بلو كوم افون شنو الحوايج الايجابيين ديال فرنسا ديال اليوم الحوايج الايجابيين في فرنسا تاع اليوم هو لا بروميير دي شوز حقوق الانسان هادي هو لو دروا دو لوم وحقك يعني حقك ما كاينش اللي يديه لك فرنسا تاع اليوم الا مشي طالب حقك يعطيه لك ما كاينش مشكل دي فوا انت ما تقلبش عليه هما يقلبوا عليك باش يعطوك حقك لا كتسالهم شي حاجه فرنسا تاع اليوم هادو الحوايج فيهم اللي باقي مازال فيها ابار داكشي اللي قلت سابقا على الراسيزم وعلى هذا من ناحيه الاداره ومن ناحيه العمل ومن ناحيه هذا ما كاينش مشكل يعني رحنا الحمد لله على كل حال الحمد لله اشنو كتشكل لي لا دوبل كولتور لا دوبل كولتور هي سيف ذو حدين لا دوبل كولتور هي مزيانه بالنسبه للولاد تاعنا انهم يتعرفوا على الثقافه تاع البلاد والثقافه ديال البلد اللي موقعين فيه واللي عايشين فيه ما كاينينش حوايج اللي صعب علينا ان ولادنا يتقبلوهم ونوصلهم لولادنا من ناحيه التربيه تحبيه ديال الدين ديالنا صعيب اننا نوصلو لهم هادشي كي حيت الافكار تاع المدرسه وتاع كما تنقولوا العيش تاع الفرنسيين راه ديفيرون راه مختلف تماما على العيش تاع المسلمين يعني كنلقى واحد المشاكل ما تقدرش تربي ولدك كما بغيتي ما تقدرش تعلمو شي حوايج يعني كاين واحد الضغوطات علينا هذا هو الحاجه اللي صعيبه في لادوب كولتور وانا بارابول الولاد تاعنا ما حنا راه حنا عايشين معاهم باش ما كان من الولاد تاعنا هذا الجيل طالع والصعيد راه صعيب بزاف على اننا نوصلوا للدين تاعنا ونعلموا الدين تاعنا كما ينبغي شنو وجهة النظر ديالي في الكوفيد كوفيد كما تعرف العالم كامل ماشي غير انا ولا اي واحد راه كوفيد اللي جا اللي خسر لنا الحياه ديالنا ورونا وسبحان الله ما يعني بالنسبه للعمل ديالي اثر شويه بالنسبه للموسيقى ولا كشي راه ما بقاش يعني الناس خافوا اللي صار سدو كما في العالم كامل حتى في المغرب راه موسيقيين مساكن تعرضوا لازمه ازمه ماليه اللي تزيروا الله يكون في عوانهم مساكن هنا حيت كاين شويه لي زيد يعني حتى ما خدمتيش كانوا لي زيد هنايا والدوله كتعطيك يعني باش انك تعيش وباش ما تحتاجش مقارنه مع البلاد وهذا انا ساكن الموسيقي راه مزير وكنهضر على الميدان الفني تبان الموسيقي مساكن راه مزير وما لقاوش باش الميدان الاخرى اللي كتجاور بالنسبه لهم اللي كيخدموا في العراس راه كله هذاك الدومين كله داير فيه النقافات السربايا هذا الدومين راه كبير ما شاء الله والناس راه كلهم عصا هذا هو اللي نقدر نقول على الكوفيد والناس راه تزيروا شويه ميم حنا خدمه نقصها شويه الحمد لله الله سهل ابخي وكل شيء فايت
أنا يعني كنكون في داري ولا حاجة، الحوايج اللي كنتوحش في المغرب بزاف ديجا العائلة، هادو راه هما كلشي الإنسان كيتوحشهم، واخا الوالدين راهم توفى الله يرحمهم والله يرحم جميع أموات المسلمين، قاو الإخوة الخوت ديالي وهذا، وكنتوحش الماكلة تاع المغرب اللي شي حوايج اللي ما كاينينش هنا، الماكلة الحمد لله حنا راه ما مخصوصينش الحمد لله كلشي كاين، ما كاينش حوايج كنفتقدهم، أبسط الحوايج نقول لكم الشفنج كنتوحشو، كنبغي نمشي المغرب باش ناكل الشفنج والحوت. هذا عندنا قلي هنا بزاف غير الكونجولي كانت وحشت المغرب باش ناكل فيها جوج الحوايج، وكما تقول زيارات العائله والحي اللي كبرت فيه والدرب اللي كبرت فيه راه كيبقى ديما من الحوايج اللي كيبقاو راسخ الانسان في الدين ديالو ما كيتنساوش، ما لي سوفوني ديال الصغور ديال دي فوا توحش نوقف على راس الدرب. بغيت نوجه رساله للمغاربه والعائله ديالي، ديجا كنوجه رساله السلام ديالي الحار للاخوان ديالي والاخوات والعائله كاملين اللي كاينين في المغرب، وحتى الناس المغاربه حتى هما كاملين، تحيه مني لكم من قلب نيس مدينه فرنسيه، وكنتمنى لكم السعاده والهنا وراحه البلد وما كل شيء.